لذلك يجب أن يكون مشروعنا هو التطبيق العملي لما جاء به الشيخ الجليل. تطبيق عملي فعلي على أرض الواقع. So basically, let's put in action what our Sheikh Ismail came up with, which is the shahada must be in action. Reality is not only saying. تجديد الإيمان بشكل فعلي عملي يكون قوليا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. First to say لا إله إلا الله by your tongue وأن محمد رسول الله. وأشهد أن لا إله إلا الله تستقر في قلبي وأجددها بشكل دائم. And secondly to stay and remain in my heart and renew it 24/7. وتطبيقها بشكل عملي يكون بمسح كل أشكال الفقر في العالم. And to put an action to erase all the poverty in the whole world. لا فقر. لا خوف. لا قتل. لا موت. لا اختلاف. كلمة لا إله إلا الله تجعلنا فوق السماوات العلى. No killing, no problem, no massacres, no poverty in the whole world, and we should have only word of لا إله إلا الله. مع لا إله إلا الله لا كراهية, لا ضغينة, لا حقد, لا اختلاف. كلمة واحدة, كلكم لآدم وآدم من تراب. So basically you all belong to Adam and Adam belong to dust and no hatred, no grudges, no problems. الله عز وجل وضع في هذه الأمة كل بركة وكل خير. وضع فيها خير سيد يعني سيد ولد آدم, سيد البشر محمد, وسيد الكتب القرآن, وأنزل عليهم سيد الملائكة جبريل, ووضعهم في كل مكان. نحن أغنى الأمم, نحن أكثر الأمم, نحن أقوى الأمم, ولكننا لسنا في موقع السيادة. الله had descended baraka in this ummah. Allah had descended a lot of features for this ummah to function really in the best way. But why we are in the end of the ummah? Why we are being turning down? لذلك يجب أن نحقق مع الشيخ إسماعيل, يجب أن نحقق الغاية من هذا الدين. أول شيء في هذا الدين كان قولوا لا إله إلا الله تدين لكم بها العرب وتخضع لكم بها العجم, وكان آخر حديث ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار. Let's put hands with hand together with the Sheikh Ismail and we spread with the convey this message. As Rasulullah SAW said, this message of Islam will spread just like the night and the day. هذا الإسلام يعني هذا الأمن, هذا الاستقرار, هذا الذي وعد الله تبارك وتعالى به آدم, إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى, هذا يجب أن يتحقق في حياة الإنسانية. Allah had promised Adam alayhi salam in Jannah that you will not fear hungry or you never get naked or you will not be a loser in Jannah. He said that must apply in this earth by your daily life. نحن اليوم عندما دخل رسول الله مكة فاتحا أنزل الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. اليوم بسبب بعدنا عن الله وعن لا إله إلا الله وعن سنة رسول الله يخرج الناس من دين الله أفواجا. Remember when Allah said the message came with Muhammad صلى الله عليه وسلم and you see people come to Islam as a group and individuals يدخلون في دين الله أفواجا. Unfortunately nowadays people leave in Islam groups and individuals. لذلك مسؤوليتنا اليوم لتحقيق لا إله إلا الله ولمعنى الشهادة, يعني أنا أختصر بكلمتين, حقيقة الشهادة تحقق حقيقة السيادة, والشهادة هي درب للسيادة. كنتم خير أمة أخرجت للناس. So if you want to engage supremacy again and people come back to this deen, let's focus on the real shahada and practice it. الله أكبر.